السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتعرفوا على سلسلة التمارين رقم 2 الخاصة بدرس توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى. دونك اللي مازال ما شافش الدرس مقسم إلى جزئين غنخليكم الرابط ديالو في أسفل الفيديو. كذلك بالنسبة للسلسلة رقم 1 غنخليكم الرابط ديالها في أسفل ديال هذا الفيديو هذا. ونفس الشيء كذلك بالنسبة لهذه السلسلة بصيغة بي دي إف غتلقاوها كذلك في الصندوق ديال التعليقات في أسفل ديال الفيديو هذا. دونك اذا لنبدا على بركه الله مع هذه السلسله فيها تمرين واحد. في هذا التمرين هذا غادي نحاولوا نعالجوا الطريقتين بجوج، يعني الطريقه الهندسيه والطريقه المبيانيه. التمرين غنخدموه بطريقتين بجوج وغادي نقارنوا بيناتهم. دونك التمرين يقول كره حديديه اس كتلتها ام تساوي 300 غرام معلقه بطرف نابض صلابته ك تساوي 100 نيوتن على متر. اذا عندنا هنا واحد الكره حديدية معلقة بواسطة نابض. نطبق قوة F أفقية بواسطة مغناطيس، طبقنا عليها واحد القوة أفقية بواسطة مغناطيس، فنلاحظ أنها تنحرف فيكون محور النابض الزاوية ألفا تساوي 30 دوغري. إذا ملي طبقنا عليها واحد القوة بواسطة المغناطيس، هذه الكرة الحديدية انحرفت، وبالتالي شكلت لنا واحد الزاوية ديال 30 درجة مع الخط الرأسي. الخط الرأسي هو هذا. نعطي شدة الثقل جي تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. السؤال الأول يقول أجرد القوى المطبقة على الكرة هي اس في حالة توازن. دونك بالنسبة لهذه الكرة فهي خاضعة لثلاث قوى، كاينة قوة مطبقة من طرف المغناطيس اف، ثم كاينة قوة مطبقة من طرف الأرض يعني الوزن ديالها بي، ثم كاينة قوة مطبقة من طرف النابض اللي هي القوة تي. إذا كاينين ثلاثة ديال القوى، وبالتالي عندنا القوة بي، ثم عندنا القوة اف، ثم كذلك عندنا القوة تي. قوة تي دونك بالنسبة للبي هي وزن الكرة، وزن الكرة هي. بالنسبة للإف هي القوة مطبقة من طرف المغناطيس، القوة المطبقة من طرف المغناطيس، قوة مطبقة من طرف المغناطيس. بالنسبة للقوة تي هي القوة مطبقة من طرف النابض، القوة المطبقة من طرف النابض، طرف النابض. إذا كاينين ثلاثة ديال القوى، وبالتالي عندنا توازن جسم خاضع لثلاث قوى. هنا ردوا بالكم قال لك في حالة توازن، هذا في حالة توازن تعني بأن المجموع المتجه للقوى فهو منعدم، كيسوي متجهة منعدمة، ويعني كذلك بأن الخط المضلع لهذه القوى فهو مغلق. دونك هذا هو المعنى ديال في حالة توازن. السؤال الثاني يقول مثل الخط المضلع باستعمال سلم 1 نيوتن يمثل 1 سنتيمتر. دونك هنا باش نمثلوا الخط المضلع، اولا عندنا بان الكره في توازن، الكره في توازن، الكره في توازن، يعني بان المتجهه بي زائد المتجهه تي زائد المتجهه اف تساوي متجهه منعدمه. كذلك هذا المجموع المتجه كيساوي متجهه منعدمه، يعني بان الخط المضلع مغلق، الخط المضلع مغلق. مزيان قال لنا مثلها باستعمال سلم 1 نيوتن لكل 1 سنتيمتر. دونك اولا خصنا نحسبوا هنا بي، ما عرفناش حنا بي شحال كتساوي. اذا بي كنحسبوها دائما بالعلاقه بي تساوي ام فوا جي. الوغ ام ايكال 300 غرام، عندنا الكتله هي 300 غرام، 300 غرام غنحولوها لكيلوغرام غنضربوها في 10 ناقص 3 غنضربوها في جي اللي هي 10 نيوتن. اذا 300 في 10 ناقص 3 هي 0.3، 0.3 في 10 هي 3، اذا 3 نيوتن. هذه شده وزن جسم بي. فوالا اذا غنمثلوها باستعمال سلم 1 سنتيمتر يمثل 1 نيوتن. دونك مطلوب منا نمثلوها باستعمال السلم التالي، سلم 1 سنتيمتر يمثل 1 نيوتن، 1 سنتيمتر يمثل 1 نيوتن. دونك هنا بالنسبه للبي شده القوه ديالها هي 3 نيوتن، اذا نيوتن تحت من نيوتن. ثم هنا شنو غيكون عندنا؟ هنا غتكون عندنا بي. دونك باش نعرفوا الطول ديالها، باش نعرفوا الطول ديالها غنديروا العلاقه الثلاثيه، 3 في 1 هي 3 مقسومه على 1 نيوتن هي 3، اذا 3 مثل 3 سنتيمتر، حيت عندنا نيوتن في البسط في المقام كيتخصص كيبقى لنا سنتيمتر، يعني بي غنمثلوها ب 3 سنتيمتر. كذلك عندنا معطى اخر، دونك هي دابا بي عرفناها، كذلك خصنا نعرفوا شنو هي دابا باش نمثلوها عندنا غير بي، ما كنعرفوش انا الطول ديال اف وما كنعرفش الطول ديال تي، اذا خصني معطيات اخرى. باش نمثلوا هنا هذا بي هذه او غنمثلوا نبداو بي اولا عاد من بعد نجيو سميتو عاد نجيو للقوى الاخرى. دونك كنختار واحد النقطه، نختاروا مثلا هذه النقطه هذه، نبدا التمثيل من هنا مثلا باش نمثلوا بي شحال غيكون فيها 3 سنتيمتر. ولكن ردوا بالكم
3 سنتيمتر خصنا نحافظوا على نفس المميزات ديال بي. بي راسيه الاتجاه ديالها راسي، اذا خصنا ملي غنبكلوها تكون راسيه كذلك. المنحه ديالها نحو الاسفل خص المنحه يكون نحو الاسفل. ثم الطول ديالها 3 سنتيمتر غنحافظوا على 3 سنتيمتر، اذا غنبدا من هذه النقطه اللي خسرت كنختار واحد النقطه. اذا عندي 1 سنتيمتر هنا، 2 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. اذا القوه بي غنبداوها من هنا حتى لهنا 3 سنتيمتر، خصها تكون راسيه. اذا 3 سنتيمتر السهم نحو الاسفل، ثم هذه اش من القوه؟ هذه القوه بي. مزيان، دابا يلاه عرفت بي، ولكن باقي ما عرفتش اف و تي. مع الاسف ما عرفتش انا الطول ديال اف وما عرفتش الطول ديال تي. ولكن عندي معطيات اخرى غنستغلهم. هنا المعطيات اللي غنستغلهم، عفوا، عندي بان القوه اف، ملي طبقنا قوه اف على المغناطيس على الكره الحديديه، الكره الحديديه انحرفت بواحد الزاويه اللي هي 30 درجه، 30 دوغري. اذا هاد الفا هادي تساوي 30 درجه. هاد 30 درجه نديروا واحد امتداد ديال هاد خط التاثير ديال هاد القوه. الا درنا امتداد ديال خط التاثير ديال القوه تي، دونك غنلقاو هو هذا خط التاثير ديال القوه تي هو هذا. اذا هنا عندنا تي. ثم بالنسبه لبي، بي راسيه، ممكن نديروا لها اسقاط هنا. الا درنا اسقاط القوه بي غنلقاوها هنا راسيه، اذا غتجينا في هاد البلاصه. اذا القوه تي هي قوه بي هي هذه. اذا هنا عندنا بي. دونك ما بين بي و تي، ما بين بي و تي شنو هي الزاويه اللي عندنا؟ عندنا الزاويه ديال 30 درجه. اذا هذه تي، هذا الراسي هو بي، اذا ما بيناتهم. دونك هنا بي صعيبه تستوعبوها، ولكن كنديروا اسقاط. بي راسيه، اذا بحال الا مثلنا هنا، اذا ما بين بي و تي عندنا واحد الزاويه اللي هي 30 درجه. دونك هذا معطى اخر غادي نستغلو. اذا عندنا ما بين القوه بي والقوه تي، والقوة تي عندنا واحد الزاوية اللي هي 30 دوغري، 30 درجة. إذا 30 درجة. مزيان، باش نمثلوا هذه الزاوية اللي هي 30 درجة لابد من توافركم على المنقالة، خص ضروري تكون عندكم المنقالة. وبالتالي راه قلت لكم من البداية ديال هذا الدرس ضروري خص يكون عندكم مثلث قائم الزاوية والمنقالة. دابا المنقالة كيفاش غنستعملوها؟ المنقالة غتجي لهذ النقطة هذه اللي بديت فيها التمثيل ديال بي، دونك هي أو، غنسميها هي أو، هذه هي النقطة أو عندنا هنا. خص باش نمثل القوة تي، باش نمثل هاد تي هنا، خص هنا تكون عندي 30 درجة. باش تكون عندي 30 درجة كنجي كنحط المنقالة هنا، كنحط المنقالة في هاد النقطة أو. كتكون عندكم مثلا منقالة على هاد الشكل، دونك كنحط المنقالة هنا وكنحسب 30 درجة. إذا هنا عندنا 0 10 20 30، إذا تقريبا غتجينا هنا 30. ثم في هاد النقطة اللي فيها 30 غنمثل فيها القوة بي على هاد الشكل. إذا كنحط المنقالة هنا، المركز ديالها غيكون هنا، وكنحسب 30، كنبدا من اليسار. إذا هنا عندنا 0 10 20 30، إذا 30 درجة كنستعملوها على هذا الشكل هذا. دونك غنمسح هذه باش نعاود نمثلها. أنا مع الأسف ما كنتحكمش مزيان في هذا، في مع عندي هنا غير البيسي ما كنتحكمش في هذا السيلو مزيان. دونك نعاودو من جديد. إذا قلنا غنحطو المنقالة فوق من الأصل، فوق من الأصل ديال المتجه بي، وغنحسب 30 درجة، 30 دوغري. إذا 30 دوغري عندنا هنا 0 هنا 10 20 30، إذا 30 عندنا تقريبا في هذا المكان هذا، 30 هنا. إذا غنمثل ذاك المستقيم اللي غي ذاك خط التأثير ديال القوة تي. إذا خط التأثير ديال القوة تي حنا غنمددو عاد من بعد نكتفيو بالقدر اللي بغينا. إذا هذا هو خط التأثير ديال القوة تي. كيفاش رسمتو؟ رسمتو مع الحفاظ على واحد الزاوية اللي هي 30 درجة هنا، حافظت على واحد الزاوية اللي هي 30 دوغري هنا. إذا هنا عندي 30 درجة، 30 دوغري، ألفا 30 دوغري، مزيان. كذلك باش نمثلوا القوة إف، القوة إف سهلة، لاحظوا معايا هنا في الشكل. إلا درنا امتداد ديال القوة إف ديال خط التأثير ديال القوة إف هذا، وامتداد ديال خط التأثير ديال القوة بي هو هذا، كنلاحظوا بأنهم متعامدين، يعني بي وإف كيشكلوا لنا واحد الزاوية قائمة، متعامدين. وبالتالي غنزيد المعطى آخر لهنا اللي غنعتمد عليه. إذا المعطى آخر اللي عندي هنا، عندي بأن بي عمودية على إف. بي عمودية على اف، بي عمودية على اف. وبالتالي باش نمثلو اف في هذه الحالة هذا، يكفي اننا نجي هنا الطرف ديال المتجه بي، الطرف ديال المتجه بي هو هذا اللي في الاسفل، الطرف ديالها هو هذا. دونك هنا غادي نمثل الخط الافقي، غنمثل الخط الافقي. علاش؟ لان بي عمودية على اف، اذا هو هذا. دونك هنا ما مثلتهاش بشكل جيد لان كنتحكمش في هذا السيلو هذا. نعاودوها من جديد. إذا هنا قلنا غنبداو من الطرف ديال المتجه بي. فوالا، إذا هو هذا. إذا ثم هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا السهم. هذه السهم هذه أش من قوة؟ هذه القوة إف. علاش هذه القوة إف؟ لأن
بي عموديه على اف. دابا الا شفتوا معايا هنا في الشكل بي و اف كانوا كيشكوينا زاويه قائمه، ها هما حتى هنا كيشكوينا زاويه قائمه. دونك كيبقى لينا الطرف ديال المتجهات تي. واش غنديروا السهم هنا؟ ما يمكنش، لان قلنا ما خصش الطرفين ديال المتجهه ما خصهمش يتلاقاو. اذا الطرف ديال المتجهات تي فين غيكون؟ غيكون نحو الاعلى. اذا هنا عندنا المتجهه تي، وبالتالي كما كتلاحظوا دابا غنزول ذاك الطرف اللي زايد، اذا المسافه اللي زادت هي هذه. اذا كتشوفوا هنا خط المضلع مغلق، كذلك كتلاحظوا حافظنا على نفس المميزات، بي المنحة ديالها نحو الاسفل والرأسية ها هي، بي نحو الاسفل والرأسية، اف افقية ها هي افقية يعني متوازية مع هذه، المنحة ديالها نحو اليمين ها هو المنحة ديالها نحو اليمين، ثم تي مائلة ها هي مائلة، المنحة ديالها نحو الاعلى هو المنحة ديالها نحو الاعلى. دائما ملي تبغيو تمثلوا خط المضلع كيخص الرؤوس الطرفي ديال المتجهتين ما خصهمش يتلاقاو، والاصل ديالهم كذلك ما خصهمش يتلاقاو، يعني ما خصناش نديروا مثلا هكا وما خصناش نديروا هكا. التمثيل الصحيح شنو هو؟ خص مثلا الا كان راس ديال المتجهه هنا الطرف ديال الاخر يبدا من هذه الجهه هذا، اذا هذا هو اللي صحيح، هادو خاطئين، هاد التمثيلين بجوج خاطئين. دونك راه شرحت هذا الشيء مزيان في الدرس، الا باقي عندك مشكل رجع للدرس غادي تفهم. خدينا امثله مبسطه، اذا هذا هو خط المضلعي، كنتمنى انكم تستوعبتوا كيفاش مثلنا. اذا اعتمدت على جوج ديال الحوايج، اعتمدت على الطول ديال بي، الزاويه ما بين تي و تي 30 درجه، يعني استعملت المنقاله، خص ضروري تكون عندك المنقاله، كنعاود نذكركم. ثم بي عمودي على اف، اذا المثلث كذلك خص يكون عندكم، استعملنا زاويه قائمه، اذا هذا هو خط المضلعي. السؤال يقول اوجد تعبير شدتي القوتين تي واف بدلاله ام وجي والفا واحسب قيمتهما. باش نلقاو التعبير ديال هاد القوتين بجوج غنستغلوا هاد الزاويه الفا. اذا هنا هاد البلاصه اللي كتبت فيها 30، هاد الزاويه اللي كتبت فيها 30 هنا عندي الزاويه الفا، الزاويه الفا. اذا بغينا التعبير ديال تي واف، شنو غنستغل؟ غنستغل مثلا العلاقات المثلثيه، اما الكوسينيس او لا طونجونت او لا السينيس. دونك هنا بالنسبه لهاد نبداو مثلا بطونجونت الفا، بالنسبه للطونجونت ديال الفا هو المقابل، اذا هو اف على المحادي اللي هو بي. اذا عندي طونجونت ديال الفا، طونجونت ديال الفا هو المقابل هو اف على المحادي اللي هو بي، المقابل هو اف المحادي هو بي، تي هنا راه الوتر. دونك انا علاش كنقلب؟ كنقلب على اف، بغيت اف، اذا غنديروا سهم، اذا اف تساوي هنا بي قسمه، ملي غنديها للجهه الاخرى شنو غترجع؟ غترجع الضرب، اذا غتولي عندنا بي في طونجونت ديال الفا. وبي كما كتعرفوا كاملين شنو كتساوي؟ اذا ولدينا بي تساوي ام في جي، هذا الشيء كاملين كتعرفوه. اذا غنعوضوا بي بالقيمه ديالها، اذا اف تساوي بي غنعوضها بام في جي، اذا هي ام فوا جي، في ماذا؟ في طونجونت ديال الفا. وبالتالي احنا لقينا التعبير ديال اف بدلاله ام وجي والفا، هي اف هي فيها ام فيها جي وفيها الفا. دابا مطلوب منا نحسبوا قيمتهما. بالنسبه لام هي 300 غرام، يعني 0.3 كيلوغرام، هي عندكم في المعطيات 300 غرام، اولا باش ما تخربقوش نحتفظ لكم بنفس الشيء. اذا 300 غرام غنحولوها للكيلوغرام، غنضربها في 10 اس ناقص 3، ردوا بالكم مع الوحدات. جي هي 10 نيوتن، دائما 10 نيوتن على الكيلوغرام دائما كتعطى. في طونجونت ديال الفا، الفا شحال هو؟ هو 30 درجه، الفا هو 30 درجه، طونجونت ديال 30. اذا علاش؟ هي مكتوب عندكم هنا الفا هي 30، اذا طونجونت ديال 30، طونجونت ديال 30. الا حسبتي هذه بآلة حاسبة غتلقاها بانها تساوي، دونك ديروا التطبيق عددي غتلقاها بانها تساوي 1.73 نيوتن، 1.73 نيوتن. اذا هذه هي شدة القوة اف. دابا غندير نفس الشيء بالنسبة للقوة تي، القوة تي دابا بغينا قوة تي، القوة تي هنا غادي نشوفوا شنو هو المعطيات، اما غتخدموها بالكوسينيس او السينيس اللي بغيتو. الا خدينا مثلا الكوسينيس ديال الفا، الكوسينيس ديال الفا، الكوسينيس هو المحادي على الوتر، المحادي هو بي على الوتر هو تي. الا بغينا مثلا السينيس هو المقابل على الوتر، ولكن العلاقة خص يكون فيها ام في جي، باش يكون فيها ام في جي خصها تكون فيها بي، باش تكون فيها بي اذا خصنا ناخذوا المحادي، وبالتالي باش ناخذوا المحادي اذا غنخدموا بالكوسينيس، اذا الكوسينيس ديال الفا، كوسينيس ديال هذه الزاوية الفا قلنا هو المحادي هو بي على ماذا؟ على الوتر اللي هو تي. دونك حنا شنو بغينا؟ بغينا تي، اذا تي تساوي تي هنا كانت قسمة، ملي غنديها هنا غترجع ضرب، والكوسينيس كان ضرب، ملي غنجيبو هنا غيرجع قسمة، إذا هو بي على كوسينيس ديال ألفا. بالنسبة اللي باقي كيتلف هادو يحاول يعقل على المثلث، اللي باقي كيتلف هاد العلاقات نعاودو نذكركم بالمثلث. إذا هنا في الأعلى كانت عندي بي،
هنا في الاسفل عندي تي، ثم هنا عندي كوسينس ديال الفا. دابا شنو كنت اذا ما بين تي والفا كنديروا الضرب، ما بين تي وكوسينس الفا هنا كاين الضرب. شنو بغيت انا؟ بغيت تي، اذا غنغطي تي. شنو غيبان ليا؟ بي على كوسينس الفا، هي هذه اللي كتبت هنا. دونك تي كوسينس الفا، وكنعرفوا كاملين، كتعرفوا كاملين بان بي شنو كتساوي؟ هي ام في جي. اذا غنعوضوا بي بام في جي، اذا تي تساوي، غنعوضوا بي هي ام في جي على مدى على كوسينس ديال الفا تساوي. وبالتالي كتلاحظوا ان تي هي فيها ام، فيها جي، وفيها الفا، اذا بدايه ام جي والفا. دونك غنعوضوا ام بالقيمه ديالها، ام هي 300 غرام، غنحولها الكيلوغرام، غنضربها في 10 اس ناقص 3، غنضرب في جي هي 10، وغنقسم على كوسينيس ديال 30، كوسينيس ديال الفا. الى حسبتوا هذه دونك غتحسب، غتلقاها بانها تساوي 3.46 نيوتن، 3.46 نيوتن. اذا هذا هو التعبير ديال تي ديال اف، وهذا هو التعبير ديال تي، 3.46 نيوتن. كنتمنى الجواب يكون واضح. دابا هذا الشيء اللي درت هنا درته باستعمال الطريقه الهندسيه، الطريقه الهندسيه. غير هنا كاينه طريقه اخرى، ممكن تستعملوا السلم وغتحسبوا، يعني ممكن تعبر الطول ديال اف، غتلقاه مثلا جوج سنتيمتر مثلا، هذا ما عرفتش انا شحال بالضبط، ديك جوج سنتيمتر غتضربها، دونك جوج سنتيمتر غنكتبوها هنا، اذا جوج في واحد غتلقاو بانها تقريبا جوج، وهنا راه ما عندناش جوج سنتيمتر، عندنا واحد فاصلة، يعني غتلقاها بالضبط 1.73، وحاولوا تاكدوا منها بالمسطرة. غير هذيك كتعطيك تقريبيه، ماشي بحال العلاقات المثلثيه كتعطيك قيمه بدقه. حنا ممكن نجربوها، حنا ما خاصنين والو، نجربوا هنا نعبروا الطول ديال اف. اذا الى عبرت الطول ديال اف هنا غنلقى بانه 1.8 تقريبا، عندي انا هنا 1.8، عندي هنا تقريبا 1.8، 1.8، وانا ملي عملت العلاقات المثلثيه لقيت 1.73 نيوتن، يعني تقريبيا متساويين تقريبيا. غنمشيو للتي، الى عبرنا التي غنلقاو بان عندنا 1 سنتيمتر هنا، 2 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، كنلقى 3.5، وهنا عندي بالنسبه للتي 3.46 نيوتن. اذا تقريبا متساويين. خصكم تعرفوا بان الا درتي القياس بالمسطره صعيب تلقاها بدقه، ماشي بحال العلاقات المثلثيه كيعطيوك قيمه دقيقه. دابا غنمشيو للطريقه التحليليه، هذا الشيء دابا درته بالطريقه الهندسيه، دابا غنمشي للطريقه التحليليه. الطريقه التحليليه شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا ودي كنختاروا واحد المعلم، داك المعلم كنديروه في النقطة ديال التلاقي ديال القوتين. دابا إلا درنا امتداد ديال هاد القوة تي، خط تي ديالها هو هذا، اف هي هادي، كنلاحظوا أنهم كيتقطعوا في نقطة واحدة. ديك النقطة اللي غيتقطعوا فيها كنديرو هو أصل المعلم، إذا كنجيو هنا غنمثلو أصل المعلم. نجي مثلا هنا أنا غنختار واحد النقطة، مثلا نختاروا هاد النقطة هادي، غنديرو هو أصل المعلم وغنمثل المعلم. دونك المعلم غنمثلو أو إيكغيك، مثلا غنمثلو أو إيكغيك، نمثلو بلون آخر كاع. دونك هنا عندنا مثلا او ايكغيك هو هذا، وهنا او اكس، او اكس. اذا عندنا واحد المعلم متعامد ممنظم، اذا هنا في الطرف ديالو هنا عندنا اكس، عفوا هنا عندنا في الطرف ديالو عندنا اكس، دونك هنا عندي اكس، ثم هنا عندي ايكغيك، هما عندها ايكغيك، وهنا في الاصل ديال المعلم عندي او. دابا شنو غندير؟ غنمثل، غندير الاسقاط ديال هاد القوتين هادو هنا. باش ندير الاسقاط ديال هاد القوتين هنا، لاحظوا معايا بالنسبه للقوه اف فهي افقيه كتبدا من او، بي راسيه كتبدا من او كتهبط لاسفل. اذا غنمثل القوه اف هنا، نمثل مثلا القوه اف باللون الازرق، دونك هذه مثلا غنبدا من هنا، هذه هي القوه اف، دونك هذه القوه اف، ها هي القوة F. ثم القوة P غنبداو مثلا من نبداو مثلا من هنا من أو نحو الأسفل، P عمودي على سطح الأرض، إذا هذه القوة P، دونك هذه هي القوة P عمودية على سطح الأرض. ثم بقات لينا T، لاحظوا معايا هنا T كيفاش دايرة، هي T مائلة، يعني بدات من أو مائلة ماشي رأسية. دونك غنجيو غنمثلوها هنا، إذا نمثلها بلون آخر، نختارو مثلا هذا اللون، دونك غنبدا من او وغنمثلها بشكل مائل، اذا هذه هي القوة تي، القوة تي، فوالا القوة تي. دونك انا دابا مثلتهم في واحد الميبيان، اولا انت باش تهني راسك كتجي كترسمهم غير في ذاك الشكل اللي عندك، في ذاك الشكل اللي عندك كتمثل فيه هذا الميبيان. دابا شنو غادي ندير؟ الطريقة التحليلية كتعتمد على الاسقاطات. شنو معنى ديال الاسقاطات؟ اولا عندنا بان الجسم في حالة توازن، يعني ان اف زائد بي زائد تي تساوي متجهة منعدمة، لأن الجسم في حالة توازن. دونك هادو كلهم، كل قوة هنا عندها الأفصل وعندها الأرتب، دونك الأفصل والأرتب كنجمعهم على الشكل التالي،
بالنسبه لاف اف الافصول ديالها هو اف اكس زائد بي الافصول ديالها هو بي اكس ثم الافصول ديال تي هو تي اكس، يعني كنجي غير تحت منهم كنكتب الصفر. وبالنسبه للارتوب كنديروا ايغريك، اذا اف ايغريك زائد بي ايغريك زائد تي ايغريك تساوي صفر، تساوي صفر. مزيان، دابا هذا هو الاسقاط على المحور الافاصيل وعلى المحور الاراسيل. غنجيو دابا المشكل بالنسبه للاف او بي باينين، المشكل عندي غير في التي. بالنسبه للتي هنا لاحظوا معايا هنا الزاويه اللي كانت بيناتنا، اللي كانت بيناتهم قلنا قبيله ملي مثلنا خط المضلعي هنا كاين المنظمي، هاد الخطاطين بجوج متوازيين وعندنا واحد الخط كيقطعهم بجوج، يعني هنا عندي الفا، اذا هنا كذلك شنو عندي؟ هنا كذلك الفا. والا درنا امتداد هذا الخط هذا الراسي هذا شنو هو؟ هو ايكغيك. اذا ما بين تي وايكغيك، ما بين تي وايكغيك شنو عندي؟ عندي الفا، الزاويه الفا. دونك غنجيو غنمثلوها هنا، هنا الزاويه الفا، اذا هنا عندي الزاويه الفا اللي هي 30 درجه. دابا شنو كندير؟ كندير اسقاط، كندير الاسقاطات. غنبداو بالاسقاط ديال تي على محور الافاصيل. اسقاط كيخص ديروا زاويه قائمه، خص تكون عندكم تكون عندكم المثلث. اذا درت اسقاط، دونك هنا شنو كيعطينا؟ كيعطينا كيعطينا هنا بي نكتبوها بلون اخر، استغفر الله، استعملوا لون اخر. اذا هنا شنو كيعطينا؟ كيعطينا تي اكس. علاش؟ لان درت اسقاط على محور الافاصيل. اذا هنا شنو عندي؟ هنا عندي تي اكس. إذن هذه تي اكس تدير لا لا، إذن هنا تي اكس. مزيان، ثم غندير اسقاط على المحور الاراتي بنفس الشيء. إذن دائما اسقاط خص تكون عندكم مسطرة، تكون عندكم مثلث. دونك هنا شنو غيعطينا؟ غيعطينا تي ايكغيك. إذن تي ايكغيك غتبدا من هنا حتى لهاد البلاصة هذه اللي درت فيها اسقاط. هنا شنو عندي؟ هنا عندي تي ايكغيك. مزيان، الحاجه اخرى اللي خصكم تعرفوا، خصكم تعرفوا بان هذه المسافه، هذه تي اكس، هذه المسافه هذه اللي هنا، هذه المسافه اللي هنا نديروا لها ازاحه. نبقاو طالعين هنا ازاحه، غنلقاو هذه النقطه هذه اللي هنا من او، غنديروا هذه النقطه غنلقاوها كذلك هنا. اذا هذه المسافه هذه راه هي تي اكس، راه فحال فحال. الا عبرتي بالمسطره هذه المسافه هذه راه هي نفسها اللي كاينه هنا، حيت الا درتي اسقاط غتلقاها نفسها. اذا هذا الضلع هذا راه هو الضلع هذا هو تي اكس. دونك كنجيو للعلاقات المثلثيه. هاد تي اكس كيفاش دايره مع السينوس الفا، مع الزاويه الفا؟ هي الضلع المقابل. دونك بما انه الضلع المقابل، اذا باش كنخدموا؟ كنخدموا بالسينوس. اذا السينوس ديال الفا، السينوس ديال الفا هو المقابل. شكون هو المقابل؟ هو تي اكس. تي اكس على مدى على المحادي. شنو هو عفوا على الوتر، المقابل على الوتر، الوتر هنا هو تي. اذا تي اكس على تي. شنو بغينا نحسبوا حنا؟ بغينا تي اكس. اذا هنا تي قسمه، ملي غنديها للطرف الاخر شنو غترجع؟ ترجع الضرب. اذا غتولي عندنا تي في السينوس ديال الفا، تي في السينوس ديال الفا. اذا حنا لقينا تي اكس، دابا غنمشيو نقلبوا على تي ايكغيك. تي ايكغيك باش نقلبوا على تي ايكغيك غنشوفوا كذلك هنا هذا تي ايكغيك كيفاش داير مع الفا. شنو هو الضلع؟ هو الضلع المحادي ديال الفا. ملي كيكون عندنا الضلع المحادي كنخدموا بالكوسينيس. اذا الكوسينيس ديال الفا، الكوسينيس ديال الفا في هذه الحاله هو المحادي على الوتر. اذا تي ايكغيك على تي، تي ايكغيك، تي ايكغيك على تي. حنا على من كنقلبوا؟ كنقلبوا على تي ايكغيك. اذا تي ايكغيك تساوي هنا تي قسمه، ملي غنديها للطرف الاخر شنو غترجع؟ غترجع الضرب. اذا غتولي عندنا تي كوسينيس ديال الفا، كوسينيس ديال الفا. مزيان، دابا هنا لقيت تي اكس وتي ايكغيك، صافي الباقي اللي بقى لينا كنديروا اسقاطات. اذا على تي الباقي داكشي اللي بقى لينا غادي نكملوا دابا. اذا عندنا هنا غنديروا اسقاط ديال هاد اف اكس بي اكس تي اكس على على هاد المنحنى هذا. غنبداو باف اكس، وتبعوا معايا مزيان هنا. بالنسبه للاف اكس شوفوا المنحى ديال اف، المنحى ديال اف هو المنحى ديال اكس، عندهم نفس المنحى. وهاد اف هذه منطبقه مع المحور ديال الافاصيل. اذا هاد اف اكس هذه شنو كتساوي؟ كتساوي اف، هي نفسها. هاد اف هذه راه هي اف اكس بحال بحال، حيت علاش؟ حيت منطبقتين. وبما ان عندهم نفس المنحى اذا موجبه. اذا اف اكس باش غنمثلوها غنمثلها ب اف، هي اف زائد بي اكس. لاحظوا معايا هنا بي اي، بي كيفاش دايره على المحور؟ على او اكس، عمودي على او اكس. قلنا ملي كتكون عموديه كتكون كتساوي صفر، بي اكس ما كايناش هنا. علاش؟ حيت عموديه على او. اذا بي اكس غنعوضوها بزيرو، دائما بي اكس راه هي كتساوي زيرو دائما. ماشي عفوا، ماشي دائما، وانما الا كانت عموديه على المحور الافاصيل. ثم زائد بالنسبه لتي اكس هنا، عفوا بالنسبه لتي اكس لاحظوا معايا هنا في المنحنى، شوفوا تي اكس في المنحى ديالها فين غادي؟ المنحى ديالها هنا، يعني عكس المنحى الموجب. المنحى الموجب نحو اليمين هي عكس ديال المنحى الموجب،
هذا هو المحل الموجب هنا وهي في العكس ديالو. دونك بما ان في العكس ديال المحل الموجب اذا شنو غنديروا؟ غنديروا ناقص. دائما ملي كيكون المحل متعاكس كنديروا ناقص. ناقص تي اكس، شنو هي تي اكس؟ هي تي، هي اللي بينت قبيله، تي في السينوس ديال الفا تساوي زيرو، اذا هادشي كامل كيساوي زيرو. غنمشيو للبي العلاقه الثانيه اف ايكغيك، نفس الحاجه بالنسبه لاف ايكغيك. الا درنا هاد اف هادي درنا اسقاط على المحور الاراتي، كيفاش غنلقاو اف ايكغيك مع اف مع ايكغيك؟ عموديه وبالتالي كتساوي صفر كما درنا قبيله البي. اذا اف عموديه على او ايكغيك اذا زيرو. بالنسبه للبي ايكغيك، بي ايكغيك لاحظوا بي كيفاش دايره مع او ايكغيك؟ منطبقين. هاد بي هادي منطبقه مع او ايكغيك، منطبقين يعني بي ايكغيك هي بي، بي ايكغيك هي بي حيت منطبقين. ولكن شوفوا الملحه ديال ايكغيك نحو الاعلى والملحه ديال بي نحو الاسفل، اذا الملحين كيفاش دايرين؟ متعاكسان. ملي كيكونوا الملحين متعاكسان شنو كنديروا؟ كنديروا ناقص. عقلوا مزيان على الملحوظه، اذا ناقص، ناقص ماذا؟ ناقص بي. ثم بقات لينا زائد تي ايكغيك. دونك تي ايكغيك شوفوا هنا في المنحنى هي هذه، المنحه ديالها نحو الاعلى، ايكغيك حتى هو نحو الاعلى، اذا غندير زائد، عندهم نفس المنحه. تي ايكغيك شنو هي؟ هي اللي بينت قبيله، هي تي في كوسينيس الفا، اذا زائد تي في كوسينيس ديال الفا تساوي زيرو. دونك دابا بغينا نحسبوا حنا اف وبغينا نحسبوا اف و تي. غنبداو باف هنا، غنبداو بي اولا، عفوا نبداو بي هي الاولى. دونك هنا عندنا بي سالبه، ملي غنديها للطرف الاخر شنو غترجع؟ غترجع موجبه، اذا غتولي عندنا بي تساوي كوسينيس الفا. اذا هنا عندنا بي تساوي كوسينيس الفا، صغروا هذه شويه بقينا فين نكتبوا، اذا بي ايكغيك اولا غير بي فقط. إذن قلنا هنا نبدا بالعلاقه الثانيه، ناقص بي زائد تي كوسينيس الفا. شنو غادي ندير؟ بي غنديها للطرف الاخر غترجع موجبه، اذا غتولي عندي بي تساوي تي في كوسينيس ديال الفا. شنو درت؟ هاد بي هادي ديتها للجهه اخرى. انا على من كنقلب؟ كنقلب على تي، اذا تي تساوي، تي تساوي كوسينيس الفا هنا ضرب، ملي غنديها للطرف الاخر شنو غيرجع؟ قسمه. اذا تي غتكون كتساوي لينا بي على كوسينيس ديال الفا، حيت كنضرب ديتو للجهه اخرى رجع قسمه. بي كما كتعرفوا كاملين شنو هي؟ هي ام في جي، ام في جي، ام في جي على ماذا؟ على كوسينيس الفا. وقارنوا لي دابا هذه مع اللي وصلنا ليها قبيله. هنا دابا لاحظوا معايا هنا تي تساوي ام في جي على كوسينيس الفا، ها هي اللي وصلنا ليها قبيله، تي تساوي ام في جي، ام في جي كوسينيس الفا. اذا ما نعاودش نحسبها حيت غنلقى نفس النتيجه. انتم حاولوا تاكدوا منها تلقاو نفس النتيجه. دابا غنمشيو للتعبير ديال اف. بالنسبه لاف اذا عندنا اف تساوي هاد ناقص تي سينوس الفا، غنديها للطرف الاخر، كانت ناقص من غنديها للطرف الاخر شنو غترجع؟ ترجع زائد، اذا غترجع تي في السينوس ديال الفا. دونك بالنسبه للتي حنا عارفين القيمه ديالها، حنا غنكونوا حسبناها دابا في هذا السؤال. بالنسبه للتي هي حسبناها هنا، هي تي حسبناها هي 3.46، اذا غنعوضوا تي بالقيمه ديالها، اف تساوي 3.46 غنضربوها في السينوس ديال الفا، السينوس ديال 30. الا درتوا 3.6 في السينوس ديال 30 وحسبتوها غتلقاو بالضبط بانها كتساوي 1.73 نيوتن. وقارنوا معايا هنا اف 1.73 نيوتن، قارنوها مع هذه اللي هنا تا هي 1.73 نيوتن، إذا متساويين. وبالتالي كتلاحظوا بأن الطريقة الهندسية والطريقة التحليلية راه كيعطيونا نفس النتيجة. كنتمنى أن الجواب ديال هذا السؤال يكون واضح. غامروا السؤال 5، السؤال 5 يقول أوجد تعبير الطول النهائي L للنابض بدلالة M و G و L0 و K، أحسب قيمته ونعطي L0 تساوي 20 سنتيمتر. دونك هنا مطلوب منا نوجدوا التعبير ديال الطول النهائي L للنابض. اول حاجه كنعرفوها كاملين، اول حاجه اللي كنعرفو حنا كنعرفو بان طونجونت ديال، كنعرفو بان تي تساوي بي على كوسينس الفا، هذه بيناها قبيله، تي تساوي بي على كوسينس الفا. نرجعوا للشكل تي، دونك الكوسينس ديال الفا هو بي على تي، وبالتالي تي كتساوي بي على كوسينس الفا. اذا نعلم بان تي، نعلم بان تي تساوي بي على كوسينس ديال الفا، هي بيناها قبيله بي على كوسينس الفا. ولدينا ونعلم كذلك بان تي تساوي ك في دلتا ال، كتعرفوها كاملين بالنسبه للنابض الصلابه في الاطاله. وكتعرفوا كذلك بان هذه الاطاله دلتا ال شنو هي؟ هي ال ناقص ال زيرو. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غنعوضهم. وكذلك وكنعرفوا كذلك بان بي تساوي ام في جي. شنو غادي ندير؟ غنعوض هذه، غنبدا بتي، تي باش غنعوضوها ك، تي غنعوضوها ك، دلتا ال شنو هي؟ هي ال ناقص ال زيرو، اذا تي عوضتها بك دلتا ال، دلتا ال هي ال ناقص ال زيرو تساوي بي شنو هي؟ هي ام في جي، ام في جي على ماذا؟ على كوسينيس ديال الفا،
كوسينس ديال الفا. هنا كضرب ملي غندير الطرف الاخر شنو غيرجع؟ قسمه. اذا غتولي عندنا ال ناقص ال0 تساوي ام في جي، ام في جي على ك كوسينس ديال الفا. كان عندي ك ضرب هنا ديتو جي اخرى رجع قسمه. انا كنقلب على ال، اذا ال تساوي هنا عندي ناقص ال0، ملي غندير جي اخرى شنو غيرجع؟ غيرجع زائد ال0. اذا هي ام في جي على ك كوسينس ديال الفا زائد ال0 زائد ال0. اذا شوفوا دابا المعطيات، قال لك تعبير الطول النهائي ال ها هو ال بدلاله ام، هي مكتوبه بدلاله جي، هي كاينه ال0، هي كاينه ك، كذلك هي كاينه او، زدنا حتى او حتى كوسينس الفا خصو يكون. دونك مطلوبنا نحسبوها، ال تساوي غنعوضوا كل حاجه بالقيمه ديالها، ام هي 300 غرام مضروبه في 10 اس ناقص 3 باش نحولها كيلوغرام، مضروبه في جي هي 10 مقسومه على ك، ك هي 100، هي عندكم في المعطيات ك صلبة النابض هي تعطات لكم في البداية هي 100 نيوتن. إذا 100 مضروبة في كوسينيس ديال 30، كوسينيس ديال 30 زائد ال0، ال0 شنو هو؟ هو 20، 20 سنتيمتر. ردوا بالكم 20 سنتيمتر شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحولوها للمتر، 20 من سنتيمتر للمتر كنضربوا في 10 أس ناقص 2. دونك إلا حسبتوا هذا الشيء غادي تلقاوه بأنه كيساوي، غتلقاوه بأنه كيساوي 0.234 متر. باش نحولوا هذا السنتيمتر غنضربوا في 10 اس 2 غنلقاو بانها 23.4 سنتيمتر، 23.4 سنتيمتر. اذا كانت كان هذا هو التمرين كما شفتوا، شفنا فيه خدمنا فيه الطريقتين بجوج، الطريقه الهندسيه والطريقه التحليليه. كنتمنى انكم تكونوا استوعبتوا هذا الشيء. هذا الدرس حاول تخدم اقصى ممكن ديال التمارين باش تفهم، حاول تخدم بزاف ديال الحاجات باش تفهم. الى عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ما تنساوش تخليوه لي في التعليقات اسفل الفيديو هذا. كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في امان الله وحفظه.